دلوقتي بقى هننعش ذكرياتنا وذاكرتنا ونفتكر حاجة من زمان، حاجة من علامات الشهر الكريم. مفيش حد يقدر ينسى برنامج الجايزة الكبرى اللي كان أشهر برنامج مسابقات دينية في رمضان. كان الكل طبعا بيتابع البرنامج بشكل يومي، وبنستنى آخر حلقة في شهر الكريم، لأن الحلقة دي تحديدا أستاذنا الأستاذ الإعلام الكبير جمال الشاعر بيعمل سحب على الجايزة الكبرى، وبيختار كمان الناس اللي فازوا بجوائز العمرة والحج. كان الشعب المصري كان شعب مثقف دينيا، كان شعب قارئ لكتاب الله، كان حافظ، كان يعني بيسأل الناس ان هم يكملوا آيات قرآنية بيكملوها، بيسألهم في تفاسير، بيسألهم في معاني كلمات، بيسألهم في أحاديث، فبتلاقي الناس بتجاوب. دلوقتي خلونا نفتكر مع بعض هذه الأجواء من خلال هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. برنامج الجائزة الكبرى كان برنامج المسابقات الأشهر في رمضان، وأصبح مقدمه الإعلامي جمال الشاعر أحد أبرز الوجوه التي ارتبط بها الناس في الشهر الكريم. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك ونسألك العفو والعافية، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين يا رب العالمين. وألف مبروك كل سنة وانت طيب. شاكرين كل سنة وحضرتك طيب. حقق البرنامج نجاحاً كبيراً في مصر، ومع بداية إذاعته على الفضائية المصرية بدأ يحقق نجاحاً أكبر على مستوى الوطن العربي بأكمله، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا كذلك. وفي أحد مواسم البرنامج قدم حوالي 90 جائزة خلال شهر رمضان، 30 جائزة عمرة و30 جائزة حج، بالإضافة إلى 30 جائزة عمرة وحج أخرى مقدمة للعرب والمصريين من جمهور البرنامج خارج مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أكلم الأخت صفاء علي محمد. ايوه حضرتك. ايوه الف مبروك يا ست صفاء. ايه ربنا كتب لك العمره. والله والله العظيم انا قلبي هيقف والله بالفرحه. ما والله كده على طول. ربنا يتقبل، ربنا يتقبل. استمر تقديم البرنامج 15 عاما، واستطاع منح السعاده للالاف، وبخاصه من يحصلون على جوائز العمره والحج. وكان جمال الشاعر يجرب قرعة تحبس الأنفاس وهو يختار الفائزين، ثم يرفع الهاتف ويحدثهم حتى تنساب كلماتهم المختلطة بالدموع والزغاريد، فالفائز حصل تواً على الجائزة الكبرى، وهي رحلة للأراضي المقدسة.